بسم الله، نواصل أيها الأحبة استكمال حل التمرين، ونبدأ بالخطوة الثالثة التي يتم من خلالها احتساب معيار CRAR أو كفاية رأس المال وفق المعادلة الآتية التي تقول أن كفاية رأس المال تساوي رأس المال الأساسي زائدا رأس المال التكميلي مقسوم على الموجودات المرجحة بالمخاطر. طبعا في هذا التمرين عندنا المستوى الأول أو رأس المال الأساسي في بغداد 250 مليون و 218، وفي مصرف آشور 250 مليون و 900، وفي مصرف بابل 250 مليون و 424. المستوى الثاني اللي هو نسميه احنا رأس المال التكميلي أو رأس المال المساند في بغداد 291 مليون، وفي آشور 332 مليون، وفي مصرف بابل 525 مليون. راح تطلع لنا الموجودات المرجحة بالمخاطر اللي هي Risk Weighted Assets، راح تطلع لنا 800 مليون و400 في بغداد في مصرف بغداد، و575 مليون و960 في مصرف آشور، و672 و400 مليون في مصرف بابل. وبالتالي الآن شو نسوي؟ راح نقسم أو نطبق المعادلة اللي هي البسط والمقام، فراح يظهر لنا المعيار، معيار كفاية رأس المال، راح يظهر لنا في مصرف بغداد 31.33%، وفي مصرف آشور 43.62%، وفي مصرف بابل 37.33%. ومن هذه الأرقام يتضح أن مصرف آشور هو صاحب أعلى كفاية رأس مال بنسبة 43.62، يليه مصرف بابل بالمرتبة الثانية بنسبة 37.33%، ثم مصرف بغداد جاء بالمرتبة الأخيرة بنسبة 31.30%. وعلما بأن جميع المصارف الثلاثة المشار إليها قد استوفت متطلبات لجنة بازل الثلاثة، والتي حددت مقدار 12% كمتطلبات كفاية رأس المال وفق المعيار المعروف. الآن ننتقل إلى العامل الثاني أو المتغير الثاني، وهو جودة الموجودات، والذي يسمى Assets Quality. يتمثل هذا المتغير للغرض الرئيسي من قياس جودة الموجودات وتحديد تركيبة الموجودات المتعثرة أو المخصصات التي وضعت لمواجهة التعثر كنسبة مئوية من إجمالي الموجودات، إذ تعد هذه النسبة الجزء الحاسم في نشاط المصرف وعملياته التي ينتج عنها تحقيق الإيرادات، إذ أن امتلاك المصرف أيها الأخوة موجودات جيدة يعني أنه يولد دخل أكثر وله تقييم أفضل من حيث حجم السيولة وكفاءة الإدارة ورأس المال. أن الشاغل الرئيسي لجميع المصارف كما هو معروف هو كيفية الحفاظ على مبلغ القروض المتعثرة في مستوى منخفض، ونركز هنا في مستوى منخفض، ويرجع ذلك إلى أن ارتفاع خسائر القروض يؤثر سلباً على ربحية المصرف، وللحكم على مدى جودة موجودات المصرف يتم استخدام كل من أو أحد النسب التالية، والتي تعد مؤشر على قيمة المخاطرة في محفظة المصرف. راح هسه الآن نشوف الآن المؤشرات أو النسب الموجودة. النسبة الأولى ضمن يعني مؤشرات الجودة هو صافي مخصص خسائر القروض لإجمالي القروض. طبعا مخصص خسائر القروض هو مصروف مخصص جانبا للقروض المتعثرة، ويستخدم لتغطية عدد من العوامل المرتبطة بخسائر القروض المحتملة بما في ذلك القروض المعدومة وتخلف المقترض عن السداد. وهذه النسبة هي المقياس لتقييم جودة الموجودات. النسبة الأخرى صافي القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض. وفقاً لقانون التنظيم المصرفي لعام 1949 ينبغي منح قرض
مقابل ضمان الموجودات، بمعنى لا يمكن إعطاء قرض بدون وجود ضمانات، كما يجب أن تكون القيمة السوقية لهذا الضمان مساوي أو أكبر من قيمة القرض بهدف الحد من المخاطرة، إذ كلما قلت هذه النسبة كان الوضع أفضل بالنسبة للمصرف، وتقاس وفق المعادلة المعروفة أنه صافي القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض. مثال على هذا، لو توفرت لدينا البيانات الآتية حسب جودة الموجودات باستخدام نسبة صافي القروض المتعثرة إلى إجمالي القرض NPL، وبين أي المصارف أفضل. طبعا عندنا الآن مبالغ بالملايين، عندنا ثلاث مصارف: القروض المتعثرة بالنسبة لمصرف بغداد 580، بالنسبة لعاشور 435، بابل 612، مخصص خسائر القروض بالنسبة لبغداد 275، بالنسبة لعاشور 300، وبالنسبة إلى بابل 280. إجمالي القروض فحصل عندنا 1315 بالنسبة إلى بغداد، 1512 إلى بالنسبة إلى عاشور، 1125 بالنسبة إلى بابل. الحل راح يكون عندنا، الحل أولا نحسب صافي القروض المتعثرة من خلال طرح مخصص خسائر القروض من إجمالي القروض المتعثرة. نطرح يعني مخصص خسائر القروض من إجمالي القروض. فعندنا بالنسبة إلى القروض المتعثرة بالنسبة لبغداد 580، بالنسبة لعاشور 435، بالنسبة إلى بابل 615، مخصص خسائر القروض واللي هو 275 بالنسبة لبغداد، 300 بالنسبة لعاشور، 280 بالنسبة لبابل. راح يكون عندنا الصافي بعد أن طرحنا المخصص من إجمالي القروض، راح يصير عندنا بالنسبة لبغداد المتبقي 305، وبالنسبة لعاشور 135، وبالنسبة إلى بابل 332. نطبق المعادلة اللي هي صافي القروض على إجمالي القروض، راح وهو حاصل قسمة صافي القروض المتعثرة على إجمالي القروض، ستكون النتائج كالآتي: بالنسبة إلى المبلغ بالملايين المصارف الثلاثة بغداد عاشور بابل، صافي القروض المتعثرة بالنسبة لبغداد 305 اللي استخرجناها قبل قليل، وبالنسبة لعاشور 135، وبالنسبة لبابل 332. إجمالي القروض راح يصير عندنا، طبعا موجود عندنا إجمالي القروض 1315 بالنسبة لبغداد، 1512 بالنسبة لعاشور، و 1120 بالنسبة لبابل. راح يطلع عندنا الصافي الآن، صافي القروض اللي هي NPL، راح يصير عندنا 23.19 بالنسبة إلى بغداد المية طبعا، وبالنسبة إلى عاشور راح يصير عندنا 8.93%، وبالنسبة إلى بابل 29.64%. إن معيار تقييم هذه النسبة إنه كلما قلت، شو هنا الفرق والملاحظة المهمة التي يجب أن ننتبه لها، إنه كلما قلت دلت على أن حجم القروض المتعثرة أقل. هذه يجب أن ننتبه لها، إنه كلما قلت دلت على أن حجم القروض المتعثرة أقل، وهذا أفضل للمصرف. وحقق مصرف عاشور طبعا كما يظهر في الجدول، حقق مصرف عاشور أفضل نسبة تلاه مصرف بابل، وجاء بالأخير تلاه مصرف بغداد، ثم يأتي بالأخير مصرف بابل.